عليكم ورحمة الله وبركاته يا زلمة. جوست مايبر جاي فيكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نكمل الجزء الأول اللي هو كيف تحول السيناريو للتطهير مرة واحدة. أوكي، بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إن شاء الله راح تكون في سيناريوهات أكثر في الأيام الجاي، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم أي فيديو بنزله أول في أول. وبس أوكي، أول شيء مطالبنا، اسمع مطالبنا، اسمع مطالبنا. زي بيض من حديد. راح نشوف مين راح تضرب. طيب يا غالي اسمعنا مطالبنا. اول اشي بدنا هليكوبتر، تمام؟ بدنا هليكوبتر، غير الهليكوبتر بدنا 5 مليون، وبدنا دقيقتين هروب، وبس نهرب الكل بده يدخل لجوا. لا حبيبي، شوف، اول اشي بدي واحد، الحين برقي واحد من العساكر يجي يطمر مدرة نائب الوزير. النابي واحد يجي الحين يطبطب لي، انا حنديلي وكلكم، وانت حط لك موجود واحد حيفوت. اوكي ماشي ماشي، بس من هسه راح اقول لك اللي الشخص اللي راح ندخله راح نغطي راسه لين ما يوصل لهناك، لانه في شغلات احنا ما بنحبش حدا يشوفها في البنك. اوكي عشري ارفع ايدك، تعال موير يا شباب، في واحد داخل عندكم جوا. بس انت ما تحرك، بس انت كلكم ارفعوا اسلحتكم عليه. اول ما يدخل غطوا راسه. ارفع اسلحتكم، يلا ادخل ادخل، اطمن على صحة الوزير. يلا غطوا راسه، بس شعرة واحدة حرق لكم كل المخدر. نحن نطمن بس على صحته عشان نعرف نكمل المفاوضات قبل اي ما حتفاوض، الا ما نشوف صحة الوزير انه هي منيحة. ترى حبيبي احنا ماخذين احتياطاتنا، طلعوا على العمارات تلاقوا في سنايبرات. ما بهمنا ما بهمنا، شوي شوي بس يا حضرتك. طيب اذا انت مش خايف على حياتك، انا اقدر اسف لكم كل دنك يا لولو. ما بدت نفسير والله بقدر للمركز، بس قاذف واحد هاي شايفها وجاهزة كمان. يا موافق، قاعد سايق دبابة، حرام عليك يا ناس. شو هذا؟ هي كابتن ما تقتلهوش، ترى مواطن، وديه على الملكية، منطقة خطرة. روح يلا. يلا ارد ارد ارد. كيف حاله؟ كيف حاله يا أنا والله شايف صحته مش كويسة الوزير، يعني أنا شايف إنه أنتوا ضربتوا. كذاب كذاب. طب يلا يا سحنا، الكل ينزل اسلحته. منطقة يا مواطن، هذه منطقة رئيس والناس، نزل اسلحتكم احسن. يلا مثل ما انتم شفتوا، هاي نائب وزيركم جوا، اذا مش خايفين على حياته بدنا هليكوبتر وثلاث مليون بدل 5. طيب خلاص فوتوا لجوا يا اخوان، فوتوا لجوا، فوتوا لجوا، فوتوا لجوا، فوتوا لجوا، ما عليكم لا تخافوا.
يا رجل جيبوا لنا هليكوبتر هسه وثلاثة مليون. كلنا احنا 2 مليون بتسمح وزي ماشي بس بدكم تدخلوا جوا كمان بس ناخذ هذا انتم بتستلموا الرهينه. واحد فيكم واحد من العسكر بفوت باخذ لا حبيبي انت بتجيب لنا الهليكوبتر برجع تاريخ مين بتطلعوا لبرا انت عليكم بس طيب احنا بنهرب انتم بتفوتوا تستلموا الوزير والفلوس معك الفلوس انا مجهز اموري الفلوس معي وراح اجيب لكم طيب يلا جيبوا لي هسه هليكوبتر معاكم دقيقتين ما جبتوا الهليكوبتر راح نقتلكم ونقتل نائب الوزير معكم. اتمنى انه ما يكون نائب الوزير متعرض لاي تعذيب او اي مشاكل لو سمحتوا احنا متفق قاعدين عم نتفاوض بس الرجاء تعامل مع نائب الوزير بلطف واحترام منصبه. ابد ما عليك طعميناه وشربناه لقال بس طعمتوا كتل انتوا يا ساكر يا اخوان هذول لابسين وزير نائب الوزير فستان نوم ونزلين كف حبيبين انا والله بقول خلص اخوان يا حضرت الرئيس ادخل ادخل جوا هليكوبتر بتدفع 5 بدنا هليكوبتر بتدفع 5 ما عليك ما عليك من زت واحد في الطبون شو صار له على الوزير لا ادخل 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 جوا عشان ما يصير اي مشاكل شباب حد يروح يتفقد الكتر ما يكون فيها متفجرات اوكي تمام شكرا لل بروح اسلمي جيب درحد اوكي اوكي ادخل ادخل جوا ادخل جوا ادخل جوا هسه بعدين ادخل جوا ادخل جوا لا انا بروح اضل جنبك لانه فهم من واحد طيب اوكي يا حضره الوزير اسمعني تفضل اول شيء بدي اخلي هذا الفرد من افراد عصابتي يروح يشيك على الهليكوبتر انه ما فيها متفجرات او شيء ثواني احنا مش هسه بدنا نشيك عليها بدنا قبل كل هذا الحكي بدنا نعرف انتوا كم شخص جوا البنك مش ضروري تعرف احنا لا ما بهمني لو يكونوا 20000 وحده بدي افقد الهليكوبتر مفهوم ثواني بس انا بحكي مع حبيبي سيدي تتشاور شوي على هالشغلة مع لا اسعفني 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 المسؤول الشرطة ورئيس امن الطرق يجي معي مسؤول الشرطة عساكر ما حد يطلق يا عساكر ما حد يطلق تحنا نزل سلاحة نزل سلاحة يعطيك العافية تعال سيدي اتناقش منك تعال تعال انساك منهم انساك منهم طلع هناك بيهرب من بعض انساك انساك منهم انساك كلهم صاروا بتاعك على فكرة اوكي بس واحد فيكم يروح يتشيك عليه يلا روح بسرعة اذا طلق 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 اطلق وفجر الهليكوبتر ورنا العسكري اللي عينه عينه شو صار معك؟ لكت فيها صار معك السيف لكت فيها لكت فيها جهاز تعقم ما عليك ما عليك ما عليك طيب يا حضرة الوزير ابي هسه 2 مليون وادخلوا جوا يلا هات حان اعطيك مليون بس جيبوا لنا الوزير لا حبيبي احنا راح نهرب انتوا بتفوتوا جوا تاخذوا الوزير نائب الوزير سيدي هذول هم حاطين قنابل ومتفجرات داخل البنك كذاب مو حاطين شيء احنا انا ما راح ما تحول الفلوس لو سمحت بدي ارجع شيء يلا ارجعوا 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 يلا ارجعوا يلا ارجعوا ارجع يلا اطلع يا عساكر يا العسكري ارجع ما حد يطلق ما حد يطلق بس نطلع في الهليكوبتر انتم بتدخلوا جوا
يلا يا عصابة يلا يلا اطلع 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 اركب 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 جميعا اركب 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 اسمعني يا حبيبي وقف احكي راح اسكرك وقف خلاص انا انفعك وقف وقف يا اخوان وقف 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 ولا توقف وقف انت وياه وقف وقف يا اخوان وقف 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 شو هذا يا بيض جو بيض كثير مش Thank you.